مشاهدينا الكرام، بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي والعراقي سيد نظير الكندوري. أهلا بك سيد نظير. بداية، إلى أي مدى نستطيع فعلا الربط بين إعادة النازحين وإرغامهم على التصويت كما قال النائب موفق الرباعي؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة كل يوم نتفاجأ ب يعني تصرفات وقرارات لمنظومة الحكومة في بغداد، ويعني ومن يتصل بها في المحافظات بإجراء جديد لا يتوافق مع مصلحة الشعب العراقي. فيعني هذا الأمر اللي يقومون به بعض السياسيين بعد ما وصلوا إلى مرحلة يعني بدت مسألة تأجيل الانتخابات ربما ستكون صعبة، لذلك هم يريدون يعني أن يكون لهم يعني حظ أو فرصة بالانتخابات من خلال الناس المتواجدين في تلك المناطق، وبالتالي هم يستعملون الناس وكأنهم مادة انتخابية يتم نسيانهم بعد إجراء الانتخابات، كما هو الحال الآن. هم في مخيمات النزوح يلاقون شطف العيش وصعوباته كونه لا فائدة من أصواتهم حاليا، لكن بالانتخابات يحاولون إرجاعهم إلى مناطقهم. طبعا إرجاع النازحين إلى المناطق هو هدف يعني الجميع يريده، ولكن سيد نظير عندما تكون الطريقة هي إعادة النازحين إلى مناطق آمنة، مناطق أعيد إعمارها، ولكن ما يحدث الآن هي إجبار النازحين على العودة إلى مناطق مدمرة. هذا يعني ما كنت أود أن أكد عليه. يجب أن تكون عودة النازحين أولا عودة طوعية وعودة آمنة. ما زالت المناطق الآن لا هي آمنة يعني على حياتهم، ولا هي آمنة من ناحية المستلزمات الأساسية لحياة الإنسان. فهناك يعني تدمير لكل البنى التحتية في تلك المناطق، والحكومة لم تقم بدورها في إعادة تأهيل هذه المدن المدمرة لكي تكون صالحة للسكن، وبالتالي يعني هي في عملية توريط لهؤلاء الناس. عندما يعني تقصرهم بالرجوع إلى مناطق هي غير مؤهلة للحياة. طيب سيد نظير، هناك من يرى بأنه عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم هي أشبه بعملية لي أذرع. طيب، إلى مدى ترى أن هذا الموضوع هو مؤثر على قضية الانتخابات وقضية إعادة الناس إلى مناطقهم؟ يعني السياسيين ومع الأسف لا يفكرون إلا في مستقبلهم السياسي، هم يحاولون الرجوع إلى مناصبهم مرة أخرى عبر عملية الانتخابات، ولكن لا أحد يفكر في مصلحة المواطن، وبالتالي يحاولون يعني استعمال كل الممارسات لجعل هؤلاء المواطنون يمارسون العملية الانتخابية حتى لو كانت بأسوأ الظروف. يعني ظروف صعبة جدا، كيف لهذا المواطن أن يستطيع أن يختار الحزب ذو البرنامج الذي ينفع المواطن؟ كيف يستطيع أن يفرق بين هذا السياسي وهذا السياسي؟ فهي عملية يعني أشبه ما تكون عملية تجارية، يحاول أن يستفيدون من هؤلاء الناس لغرض الوصول إلى المناصب، وبعد ذلك يعني يتركوهم لحالهم. يعني هذا بدليل ان يعني المفوضيه الاوروبيه يعني اعلنت على انها تريد ان تدعم الحكومه في اعاده الاعمار في العراق. سيد نظير، هنا ناتي لدور الثقافه المجتمعيه، الوعي لدى الشعب. يعني النازح والمهجر والذي كما تفضلت حضرتك في بدايه الحديث يعاني من سوء الحياة، يعاني من سوء الخدمات ونقصها وغيرها، ما الذي سيختلف عليه إن عاد إلى مناطق مدمرة حتى لو كان بالإجبار لكي يذهب إلى الانتخابات؟ هو رافض هذه الفكرة منذ البداية، ألا يجب أن تكون هناك توعية لهذا المجتمع؟ بالتأكيد، يعني كل الدول التي لديها يعني عملية ديمقراطية حقيقية يعني تحاول أن تثقف ناخبيها ببرامجهم السياسية، لكن الذي يحصل هنا يعني مختلف تماما. هم يساومون المواطنين بالبطاقة الانتخابية وبالمساعدات الغذائية من أجل الحصول على أصواتهم، وبالتالي يعني هذه العملية السياسية عملية غير حقيقية، هي عملية ديمقراطية ولكن مسلوبة الروح، يعني لا تفرز طبقة سياسية حقيقية. هنا المشكلة في هذا الأمر.
السيد نظير الكندوري المحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك.